But she wants to see you. What is broken? Okay. Take one step. Smooth. Yes. All that is from you and your prayer and everything. Liana, Liana's life. Okay. She needs a lot of physiotherapy to develop that. Yes. Yeah. Maybe you can do a lot of that at home, huh? Yeah, we will try to do. Because you've been here a long time, yes. Huh? Yeah. You're right. Yeah. How are you doing? She's grown. And I come back again, Mahmoud. Never end up. You're doing yesterday. Good? Mahmoud is a good friend, eh? Yeah. Yeah. لسه هنعمل تريننج تاني وزاوية الكراتش. عشان she's standing straight, huh? Yes. Now she is standing straight and we will make in the shoes زودنا فرق الطول. في لانس ديسكربانسي دلوقتي وصلحته صلحنا رجليه التاني بس ايكوينو فيروس اتصلح. يلا يلا وايدها عملتوا لها ايه؟ بنعمل عليها برضه فيزيو ثيرابي دلوقتي بتقدر ريزيو ريست ريزيو ريست but she uses her right she uses the rest the right one Leave it then she can now move it. So she can write and do things. It's fantastic. معانا حالة تانية برضو النهاردة ليمفوديما بتبقى أوعية لمفاوية. قولنا ايه الاخبار يا حاجة بعد احنا كده عملنا 6 مرات صح؟ تمام 6 مرات ما شاء الله. طبعا احنا خدنا المقاسات دلوقتي ما شاء الله وصلنا ان احنا خسرانين من كل جزء من الرجل من بداية من 5 سنتي لحد اماكن وصلنا فيها 10 و11 سنتي ما شاء الله حساسين من الرجل. انتي حاسه بايه بقى يا حاجة؟ قولنا كده بدايتك كانت عاملة ازاي وبقيتي ايه؟ انا الاول ما كنتش بقدر ادوس على رجلي خالص وكانت رجلي محجرة. دلوقتي الحمد لله بعد 6 جلسات الحمد لله رجلي اتزرعت وخست عن الاول والحمد لله ده من فضلك يا دكتوره. ربنا يخليكي ده فضل ربنا يا حبيبتي علينا كلنا. نجيبها لكم كده من هنا كده مدام عزه ربنا يخليكي يا حبيبتي فضل ربنا اولا واخيرا. شايفين الشكل هنعرض الصوره الاولانيه وهنعرض دلوقتي الشكل ده والحمد لله دعواتكم بس كده وربنا يتم شفاكي على خير. اهم حاجه بالنسبه لنا ربنا يكرمك الله يسلمك يا حبيبه قلبي تسلم. لما خدت الجلسات بتاعه التهاب الاعصاب الطرفيه وعلاج الجرح طبعا هنا كان في جرح والجرح قفل خالص الحمد لله. ادي الجرح جبناه الرجل كلها مكان البرد الجرح قفل خالص. احكي لي بقى ايه اللي حصل معايا في بدايه الجلسات. بعد الجلسات انا كان الدكتور كان بيقول لي حرك رجليك شمال ويمين وعمل دوره تمام. كان العصب يعتبر كان ناشف لما بدات الجلسه والثانيه بدا العصب يدين معايا هايل. بدا ايه لقيت الحركه بقت سهله مش زي الاول كل مره يعني بحس باليونان. طب الحمد لله يعني بدات رجلك تبقى اخف معاك في الحركه اخف والجرح بتاعنا لم خالص الحمد لله. كان عندنا جرح كبير ومفتوح هنا وكان في هنا سواد المنطقه دي كان فيها حته سوداء خالص كان حته سوداء في الحته دي كده تمام صح ده الحمد لله. بقى وريني برافو 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 استريح انا عايزاك تمشي بالجزمه بعد ما سوينا الجزء اللي فيه البتر ده عشان تبقى تتعود عليه وتبقى مستريح ولا كده مستريح مستريح. نرجع ارجع بظهرك عادي لف لف انا هصور لا لف عادي عادي انا هصورك من ظهرك وتشوف تمام. كويس اوي كويس اوي يا عمار. هنا الحالة هيوقف بعد 16 يوم. سلام على الورقة الحلوة. واقفين بمنتهى السهولة لوحدنا ما شاء الله ما شاء الله. نعيد نفس الكلام عشان محدش شاف الفيديوهين التانيين يسمعنا. حالة إصابة نخاع شوكي بتمشي ما شاء الله لوحدها بعد 16 يوم بس من العلاج عندنا. بالراحة. الحمد لله الحمد لله ماشية بسهولة ما شاء الله وبسلاسة حلو جدا 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 والله برافو. تاني برافو رجلي والله ما شاء الله. لا المشاية قدامك مشاية قدامي بالراحة وبعدين خطوة باليمين وبعدين خطوة بالشمال. حلو قوي. تاني يلا مشاية قدامي خطوة باليمين وخطوه بالشمال. لا بالراحه ماشي. المشايه لازم خليكي حافظه بقى احفظيها. مشايه خطوه باليمين وخطوه بالشمال. سنتي واحده مشايه بالراحه بالراحه خالص مش مستعجلين. فريده مبسوطه. فريده فريده فرحانه. ايدي جنبك واقفه من غير مشايه واقفه من غير مشايه. حلو سقفي بقى. ايدي جنبك وانا كمان مبسوطه بيكي. فري ظهرك مبسوطه جدا. فري ظهرك فري ظهرك. ايدي جنبك بالراحه بالراحه بالراحه. اجري بالراحه. خدي خطوه باليمين انقلي للشمال. تمام حلو قوي. تاني حلو. السجاده هتلاقيها اه امشي كده. هي تعتبر مش شغاله زي ما احنا شايفين خالص مش قادرين عشان نوريكم ان شاء الله بعد بقى الجلسات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حدش لما انا لف كلت بالمخ بعد اسبوعين من العلاج ما شاء الله. يلا يا ماما تعالى. بلاش دي بقى بلاش دي بلاش ايدك دي. ثبت ايدك ثبت. انت ليه بتعمل لنا ايدك كده يعني؟ دي خناقه ولا ايه؟ يلا الله ينور عليك. كمل كمل. تيجي بقى تظبطه فيها حضرتك. تظبطه منه حضرتك عشان تكوني بقى كده تقف. ايوه ما لازم. سنة تزيد عليه ليه؟ تزيد عليه ليه؟ تزيد عليه ليه؟ يلا كمل. يلا. يلا سمي لك كده. يا جدع. كويس. سيبناك ولا ايه؟ ولا ربع ساعة ماشي سيبناك. جدع ايوه كده. يلا اللي بعد. برافو. جدع. برافو برافو هايل هايل.